واقع مؤلم ووضع مزر للتعليم في مدينة حيس بمحافظة الحديدة، مدارس متضررة وفصول متهالكة وآيلة للسقوط تشهد ازدحاما طلابيا وباتت تهدد حياة آلاف الطلاب بالسقوط على رؤوسهم، ما جعل السلطة المحلية تطلق نداء عاجلا لتدارك مثل هذه المخاطر. يدرس فيها الطلاب في العراء وتحت حرارة الشمس وفي فصول مهترئة جدا، بالإضافة إلى عدم وجود الكراسي الخاصة بالطلاب والوسائل التعليمية الأخرى. لذلك نحن هنا نناشد السلطات المختصة في وزارة التربية والتعليم وفي الحكومة وفي كل المنظمات الدولية والمحلية مناشدة عاجلة بسرعة الاهتمام في مدارس حيس لما في ذلك من أضرار على الطلاب. آلاف الطلاب يدرسون في هذه الفصول، وقد ناشدنا المنظمات ونناشد منظمات التي تهتم بالعملية التعليمية والداعمة بأن يتدخلوا في مديرية حيس وسودن بالمناطق المحررة لإنقاذ العملية التعليمية حتى لا تكون هناك كارثة للفصول التي آيلة للسقوط على رؤوس الطلاب، وتكون هناك كارثة حيث إن عدد الطلاب 6400 طالب وطالبة تقريبا. على هذا النحو يفترش طلاب أكثر من 9 مدارس الأرض بداخل فصول مكشوفة تفتقر للمقاعد الدراسية وأبسط مقومات العملية التعليمية ليأخذ الطلاب دروسهم تحت أشعة الشمس الحارقة، وأصبحت بعض الفصول تتراكم فيها مياه الأمطار وتهدد حياة الطلاب بالأمراض. على المتطوعات اللي غطوا العجز للأساس النازحين اللي خارج البلاد، اللي دايرين خارج البلاد، وحنا ندرس بدالتهم جميع المتطوعات. نحن 4 سنين ندرس بدون أي راتب. صح إن احنا كل احنا أقرحنا إلى الله، بس لابد إن احنا نبعد تحائز ولو بسيط. كما ندعي الجهات كل المنظمات عن طريق الصحة في بلاد احنا الدهوران. المدارس أصبحت المستنقعات، أصبح النامس فيها مخربة من جميع الجهات. نسألهم جميعا إن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم أن توفر للطالب ولو حتى الجانب الصحي. يتناول الطلاب دروسهم دون وقت كاف جراء المخاطر التي تمر بها حياتهم، ما يجعلهم عرضة لمخاوف كبيرة فيما يتعلق بحمايتهم في تلك المدارس التي أصبحت فصولها غير مؤهلة وغير صالحة للتدريس واستيعاب الطلاب فيها. 5 فصول أوائل يتم بيوتهم مهيئة للمدرسة، لا يخرجوا من عند احنا مرغين بالطين من كثرتهم حماية والشمس اللي فوقهم. ندرس ساعة 9 قدام شمس من ليالهم، فين الدراسة اللي يدرسوها؟ لا كراسي لا فصول لا حاجة معدة ولا في مهيئة للتدريس أبدا. الطلاب رايدين يدرسوا بس الأماكن مش مؤهلة للتدريس، وحنا نأدي واجب احنا والنشاء يعملوا أي حل هذه الفصول المفتحة فوق الطلاب والشمس الكراسي مبهدلة الدنيا مبهدلة، إيش من التدريس ده؟ مدارس لها الفضل الكبير بتخريج أجيال متعاقبة من أبناء المديرية طوال تاريخها التعليمي، لكن ما يلاحظه الجميع أن تلك المدارس خلال السنوات الأخيرة لم تلقى من ينصفها أو ينظر لحالها من قبل الجهات المعنية والمنظمات المهتمة بالجانب التعليمي، وتسببت الحرب العبثية التي تشهدها البلاد منذ 7 سنوات في مضاعفة الأعباء والتداعيات التدميرية لقطاع التعليم وتحطيم نفسيات الطلاب.